يعطيكم العافية. بحب أشكر كل من ساهم بإنجاز هذا الدوار، لأنه خفف كثير عبء بالأزمات اللي بتكون موجودة هون، وسهل على المرضى الوصول للمستشفى التخصصي أولا والمجمعات الطبية الموجودة هون، وكانوا يعانوا كثير من شغلة الاصطفاف وإنه ما يلاقي صفة، يضطر إنه يغير مثلا المكان اللي رايح عليه من وراء هاي المشكلة. بس هسه بعد فتح الدوار صارت الأمور كثير سلسة وكثير سهلة للمرضى والمرافقين اللي بيجوا معهم، وزي ما انتم شايفين الأمور صارت الحمد لله أحسن والأمور 100%. والله يعني هو منظره بصراحة بجنن يعني، وعشان الناس يعني تزبط تزبط الصف وهيك يعني، فبيطلع يعني إشي جميل وحلو. لا لا سهل عليهم يعني كثير يعني، هو منظره كمان معطي منظر حلو يعني للمنطقة هون، يعني إشي جميل حلو.